اختارت الجمعية الجزائرية لمحو الأمية اقرأ التوعية والتحسيس من مخاطر وباء كورونا كمشروع يمتد على مدار السنة مستهدفة الوسط المدرسي. قبل أن آتي إلى المدرسة أعقم يدي وألبس كمامة ثم آتي إلى المدرسة. وإن نسيت كمامتي كذلك المعلمة تعطيني. الوضعية الوبائية الحمد لله على مستوى صبرا سجلنا فقط 3 حالات وهم رجعوا إلى العمل في صحة جيدة. القيام من مجموعة من النشاطات متمثلة في النشاطات التحسيسية والتوعوية من ظاهرة كوفيد-19. نشاط تحسيسي للمتمدرسين هدفه الرئيس غرس ثقافة التأقلم مع الواقع الصحي الراهن لدى فئة الناشئة. هذا المشروع قمنا به مع وزارة التربية الوطنية أين قدمنا احنا مشروع لظاهرة كوفيد-19 من الوقاية من هذا الفيروس. أعطتنا ترخيصات على مستوى 48 ولاية، جبنا بعض الولايات اللي انطلقت القافلة في ولاية غدايا، ثم جبنا بعض الولايات اللي تقريبا حاليا رانا في 10 ولايات، فالقافلة راهي مستمرة إن شاء الله. رفعنا شعار كمجتمع مدني، رفعنا شعار في هذه الحملة، الشعار اللي هو من أجل المجتمع المدني فعال. هذا وتتواصل حملات التوعية والتحسيس لتشمل مواقع أخرى في باقي ولايات الوطن.